ما هو وجه الاتفاق بين سيد كمال الحيدري حفظه الله وسيد فضل الله؟ يتفقان أولا في أن كلاهما يعتمد على الحسابات الفلكية، وثانيا أن كلاهما يعتمد على الرؤية بالعين المسلحة فضلا عن المجردة طبعا، وثالثا كلاهما يقول بتعدد الأفق، بوحدة الأفق وليس تعدد الأفق. هذا الاتفاق بينهم واضح. أما ما هو وجه الاختلاف بينهما؟ هو أن السيد كمال الحيدري يختلف على أن سيد فضل الله، أن سيد فضل الله يقول فقط أنا أعتمد على ما وصل إليه آخر المعايير دقة وهو معيار محمد عودة، فما ينشره محمد عودة في أن الهلال يرى في اليوم التالي أم لا يرى، فإذا قال يرى فيقول أن ثاني يوم هو شنو؟ أن أول أيام الشهر الهجري. واضح إن شاء الله. سيد كمال يقول لا، أنا أقول أنه لا يعتمد على معيار بعينه، يقول أنا أعتمد على الحسابات الفلكية التي تقول بها تلك المعايير بشرط أن يتفقان كلهم على أنهم كلهم يتفقون أنه يرى في اليوم التالي. واضح؟ فإذا لم يتفقون وذكر أحد المعايير معيار يالب ذكر شيئا وعودة ذكر خلافه، يقول أنهم بتعبير علم الأصول يتعارضان فيتساقطان فلا يعتمد عليهما، يقول أنه أول أيام الشهر الهجري هو اليوم التالي. لماذا؟ يقول أن اختلفوا، لو اختلفوا لا فقط يالب وعودة، والآن فرضنا لو فرضنا أنه وجدت معايير بعد 10 سنوات ثلاث معايير غير معيار محمد عودة، فرح يكون 6 معايير بالمعايير التي سوف توجد، والمعايير الثلاثة الموجودة الآن هو معيار جنوب أفريقيا ومعيار يالوب ومعيار محمد عودة. يقول أيضا إذا اتفقوا بالشرط أن يتفقون في من؟ في أنه الهلال يرى في اليوم التالي. إذن ما هو وجه الاتفاق بين السيد كمال الحيدري والسيد فضل الله قدس الله نفسه؟ هو وجه الاتفاق أن كلاهما يقول بمن بالحسابات، يعتمد على الحسابات ويعتمد عليه من على الرؤية بالعين المسلحة ويعتمد عليه من على وحدة الأفق. أما وجه الاختلاف هو فقط في الحسابات الفلكية، يقول أنني أعتمد على المعايير بشرط أن لا يقع اختلاف بينهما سيد كمال الحيدري حفظه الله. أما سيد فضل الله يقول لا، أنني أعتمد على محمد عودة وما يقوله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. نصير الجلاوي، يوم الاثنين الموافق لـ22 من شهر شوال المعظم لعام 1443 من الهجرة، الموافق لـ23 من شهر مي آيار لعام 2022. الحمد لله رب العالمين.